بتاعته ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره الثانيه والثالثه فارما اللي بعنوان الدايوريتكس. يعني ايه دايوريتكس؟ يعني مدرات البول. طيب مدرات البول معناها ايه؟ يعني انا هنزل ميه كتير، انا هتخلص من هنزل ميه كتير في اليورين. انا في العادي ان انا بعمل ري ابزوربشن للميه، بحاول اخرج اليورين على قد ما اقدر كونسنتريتد، تمام؟ فعلشان اتخلص من الميه كتير لازم يكون في املاح كتير في التبيولز. لما يكون في املاح كتير في التبيولز هتشد وراها الميه. انا كنت بعمل ري ابزوربشن للصوديوم وحاجات تانية في التوبيولز كلها، فبدل ما اعملها ري ابزوربشن هعمل لها اكسكريشن، فبالتالي لما هتبقى هي موجوده هنا هتسحب وراها الميه، فبالتالي هعمل ادرار للبول. طيب انا هشرح الميكانيزم ده على النفرون التوبيولز كلها، تمام؟ دلوقتي معانا هنا جلوميرولوس اهي، هنا البروجزم الكونفوليتد توبيول، هنا لوبوفينل، هنا الديستال كونفوليتد توبيول، وهنا طبعا الكولكتيف نادكس زي ما احنا عارفين. طيب هنا البروجزم الكونفوليتد توبيول كنا بنعمل ري ابزوربشن 65% من الصوديوم، تمام؟ وطبعا بما ان انا هتخلص من الاملاح فبدل ما اعملها ري ابزوربشن هعملها اكستريشن هنا، فهتخلص من 65% من الصوديوم، فبالتالي هتخلص من 65% من الاتش 2 او. هنا طبعا البروجزم الكونفوليتد توبيول، هنا الديستال كونفوليتد توبيول. طبعا الديستال كونفوليتد توبيول بتنقسم الى ايرلي وليت، تمام؟ هنا دي طبعا اللوبوفينيل عند الاسندنج استك اسندنج ليمب، بيحصل برضو تبادل الاملاح. طبعا المحاضرتين دول لازم بعد ما لما تيجي تذاكرهم تكون بالتاكيد ذاكرت المحاضره الرابعه والخامسه فيسيولوجي، لان هم هيفرقوا جدا في الفهم. وده كده انا هعيدها الحاجات من الفيسيولوجي هنا في المحاضره ان شاء الله هتسهل علينا. هنا كان بيحصل للصوديوم والبوتاسيوم واثنين كلور وكالسيوم ومغنيسيوم. طيب كنت بعمل ري ابزوربشن لقد ايه؟ ل 25%، فانا دلوقتي هفقدهم وهنزلهم هنا في التبيولز، فبالتالي هفقد 25% من الميه. طيب هنا كان قد ايه؟ هنا كان 7%، طب هنا كان قد ايه؟ هنا كان 5%. من خلال هنا ايه؟ هنا كنت بعمل بدخل الصوديوم جوه واتخلص بره من البوتاسيوم بتاثير مين؟ الالدوستيرون. الالدوستيرون، تمام؟ بالنسبه لهنا كنت برضو بدل ما بدخل الصوديوم جوه هخرجه بره عشان اتخلص من الميه معاه، تمام؟ هنا ما فيش اي ادويه بتاكد بتعمل ادرار للبول هنا على البروزم الكمبيوتر توبيول، لكن في هنا على الثيك اسندنج ليمب بيكون اسمها لوب دايوريتكس، اسمها اصلا هي بتشتغل على اللوب اوف هينل، تمام؟ طيب الايرلي بقى كمبيوتر توبيول والديستال، هنا الايرلي بيشتغل عليها السيازايد، السيازايد دايوريتكس. طيب الديستال بيشتغل عليها البوتاسيوم، الديستال هنا بيشتغل عليها البوتاسيوم البوتاسيوم سبيرينج، تمام؟ اساسا هنا احنا كنا بندخل الصوديوم جوه ونتخلص من البوتاسيوم بتاثير هرمون الالدوستيرون. طيب معنى ان انا بتخلص من البوتاسيوم هنا، انا دلوقتي بدل ما بدخل الصوديوم جوه بتخلص من البوتاسيوم هنا، انا هعكس هدخل البوتاسيوم جوه وهخرج الصوديوم هنا، فهدخل البوتاسيوم جوه يعني هحافظ على البوتاسيوم، يعني بوتاسيوم اسبيرنج من اسمها، تمام؟ نحاول دايما نسكم الحاجه على الميكانيزم بتاعتها عشان تبقى سهله بالنسبه لنا. هنبدا بقى المحاضره. المحاضره بتتكلم عن الدايوريتكس زي ما قلت، هي دراجز هتزود السولت اند ووتر اكسكريشن. انا هتخلص من من الاملاح فهتمشي وراها الميه، فبالتالي هتخلص منها هي كمان زي بريمري اكت تو اكسكريت السولتس. اول حاجه هتشتغل عليها طبعا ان انا هتخلص من السولت اللي هي سالوريتكس، زي ار ديفايدد انتو بري رينال دايوريتكس اللي هي بتشتغل على حاجات غير الكدني، غير الكدني علشان خاطر اتخلص من الميه اهي، كسر رينال ميكانيزم عشان تزود لي اليورين فورميشن، او رينال هتشتغل على الكدني عشان تزود لي برده الرينال. طب نبدا بري رينال دايوريتكس، دي انكريز اليورين فورميشن ويؤدي ان كسر الرينال ميكانيزم. اول حاجه معانا كارديكا جلوكوزايز اللي هي الدايجوكسين او الديجيتاليز، هي هتزود لي الرينال بلاد فلو، فبالتالي هتزود لي الجلوميرولار فلتريشن ريت من خلال الشغل اللي هي بتعمله على البوزيتيف انوتروبيك اكشن، تمام؟ يبقى هي هتزود لي الرينال بلاد فلو، فهتزود لي الجلوميرولار فلتريشن ريت، فبالتالي هقدر اتخلص من كميه يورين كبيره. او الميثايلزانسين زي سويفالين او كافيين، احنا عارفين طبعا الكافيين من مدرات البول، انكريز الرينال بلاد فلو باي برضه بوزيتيف انوتروبيك اكشن اند رينال فازو دايلاتيشن. يبقى انا عرفت دلوقتي حاجتين اتنين، سواء من القلب هيعمل لي بوزيتيف انوتروبيك اكشن فهيزود لي الرينال بلاد فلو فهيزود لي الجلوميرولار فلتريشن ريت، او ايه الكافيين او اللي هي ميثايلزانسين او سويفالين فهيزود لي برضه الرينال بلاد فلو من خلال البوزيتيف انوتروبيك اكشن من خلال ان هي هتعمل لي فازو دايلاتيشن. او الالبومين، دلوقتي انا عندي هنا ال هنا الانترستيشال فلويد، تمام؟ وهنا مثلا النسيج، هنا النسيج الالبومين هو اللي بيحافظ على الميه داخل النسيج، تمام؟
طيب انا لو دلوقتي ما عنديش البومين، يبقى الميه هتتسرب من هنا تروح للانترستيشيال، الانترستيشيم تمام، الخلايا المجاوره ليها. طيب انا دلوقتي محتاج البومين عشان يرجع لي الميه من الانترستيشيم دي لغايه هنا، يبقى الالبومين انكريز البلاد فوليوم، هيزود الدم اللي ماشي في الانسجه باي موبلايزنج الانيما فلويدز، تمام، ان هو الفلويدز بدل ما هي هنا هيرجعها تاني لمكانها الاصلي. او الاثانول اكزيرت زيوريتك اكشن، الاثانول ده بيعمل لي اثر دايوريتك من خلال ان هو هيعمل لي انهبيشن للاندي دايوريتك هرمون. مين الاندي دايوريتك هرمون ده؟ الاي دي اتش، اللي هو بالمعنى العربي ايه، الهرمون المضاد لاضرار البول. طيب انا هعمل انهبيشن المضاد لاضرار البول، فهعمل اضرار بول من خلال الايثانول، تمام. نيجي بقى للرينال دايوريتكس، متقسم متقسمين عندي لخمس حاجات. اول حاجه معانا كربونيك انهيدريس انهبيتورز، وعندي اللوب دايوريتكس، ثانيه واحده، عندي كربونيك انهيدريس انهبيتور، وعندي لوب دايوريتكس، وعندي سيزايد دايوريتكس، وعندي البوتاسيوم، وعندي الاوزموتيك. انا قلت ان اللوب اكت على السيكاسندنج لمب، والسيزايد عند الايرلي ديسال كونفرتيد تيوبول، والبوتاسيوم اسبيرين عند اللي ديسال كونفرتيد تيوبول، الاوزموتيك دايوريتكس، وكربونيك انهيدريس. دلوقتي انا هدرس الثلاثه اللي في النص، لان هم اللي انا لسه قايله الميكانيزم بتاعهم عشان يسهل علينا يعني. اول حاجه معانا اللوب دايوريتكس، الميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعها هي شورت اكتنج رابيد اونست، المعلومه دي مهمه، تمام. هي طبعا اقواهم بالمناسبه، انصت بالتي، تمام، المعلومه دي مهمه. ثانيه، تمام. يبقى الشورت اكتنج 4 اورز رابيد انصت، لسه قايل ان هي معلومه مهمه. بعدها هاي سيلينج، هي الاقوى، هي الماسف ان اس ال دايريسز، ان هي بتل كوترانس ووتر اوف الصوديوم والبوتاسيوم كلور، اللي هي اللي كانت اللي انا كنت قايله صوديوم وبوتاسيوم واتنين كلور عند الاسيك اسن الجلد بتاع اللوبوفينل. طبعا انا دلوقتي بعمل ايه، بحط الصوديوم في التبيول علشان الميه تمشي وراه. طيب هي التبيول زي هتشوف الصوديوم كده هتخلص منه وهتسكت؟ لا، هتعمل الميكانيزم ان هي هتبدا تحتفظ بالصوديوم تاني. فانا هبدا احتفظ بالصوديوم ازاي؟ انا عشان ادخل الصوديوم جوه هخرج حاجه بره، اللي هي هتكون ايه، هتكون الهيدروجين او البوتاسيوم، مره كده ومره كده، تمام، مره كده ومره كده. طيب انا دلوقتي خرجت الهيدروجين بره جسمي، نزلته في التبيول عشان يخرج في اليورين، وخرجت البوتاسيوم بره جسمي عشان يخرج في التبيول عشان برضو يخرج في اليورين. طب انا عماله اتخلص من بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، يبقى ايه اللي هيحصل في الجسم؟ هايبو كاليمي. طب ايه اللي هيحصل في الجسم من انا عماله اتخلص من الهيدروجين؟ هيحصل الكالوزيس، يبقى هيحصل هايبو كاليميك الكالوزيس، تمام. وانا كنت قايله برضو في ان في كالسيوم وفي ماجنيسيوم، انا هعمل لهم اكسكريشن بعد ما كنت بحافظ عليهم، هتخلى عنهم وارميهم في اليورين، تمام. بعدها بقى الفازو دايليتور اوف فازو دايليتيشن اوف سيستم، فهيزودي الرينال بلاد فيزلز ويتش كونتريبيوت تو دايريتك اكشن، هتزودي جلومر فلتريشن ريت زي ما لسه قايلين من شويه. زي ار اسيدك دراز، هي ادويه اسيدك. طيب اسيدك هتعمل ايه؟ قالي كومبيت ويز اورجانيك اسيدز. طيب دلوقتي هنا في التبيول، بدل ما انا بتخلص من اليوريك اسيد هنا وينزل في اليورين، الجسم اتلخبط، وبدل ما ياخد اليوريك اسيد دي يتخلص منها ويخرجها بره الجسم اللي هي اساسا مضره بيه، هيبدا ياخد الدراج ويمشيه هو هنا، تمام. فهعمل ايه؟ انا دلوقتي مش عارف اتخلص من اليوريك اسيد، فحصل له ريتنشن، فضل جوه الجسم، فهيعمل لي ايه؟ هيعمل لي هايبروسيميا وشويه، وهيعمل لي جاوت النقرس، تمام. الكلينيكال يوز بقى انا بستخدمه في حالات ايه؟ قال لي تريتمنت اوف الريفراكتوري اند سيفير اديما، في الحالات اللي بتكون سيفير، هو الدواء اللوب دايوريتكس هي الاقوى، فهستخدمها في الحالات اللي هتكون سيفير اديم، فرينين وكاردياك والهيباتيك ديزيز، تريتمنت اوف الهارت فيلر اند بولمونري اديما. اديما طبعا عارفين ليه، علشان هنبدا نسحب الميه فنتخلص منها، فبدل ما الجسم يعني مليان ميه، لا انا هبدا انزل الميه دي من الجسم عشان الجسم يهدى بقى، زي دايوريتك عشان ريديوس البري لود اند ريليف الديزني، الديزني صعوبه في التنفس، تمام. تريتمنت اوف الاكيوتي رينال فيلر، انا بدل ما الكدني دي ما هياش عارفه تشتغل، الادويه اللي انا هديها له دي هتبدا تخلي الكدني تشتغل غصب عنها. ذا اونلي جروب، ناخد بالنا من المعلومه دي، اوف دايبيتيك ذات اكت ان كيسز اوف رينال امبيرمنت. بالمناسبه في معلومه هنا فوق، الكالسيوم والمغنيسيوم اكسكريشن هتعمل لي هايبو مغنيسيميا وهايبو كالسيميا، ناخد بالنا من المصطلحات دي، الدكتور قال لك ممكن تيجي في الام سي كيو، تمام. وبالنسبه للفازو دايريتورز هنا، الفازو دايليتورز هنا اللي هيعمل الاكت الشغل بتاعه هيكون البروستاجلاندين، تمام. وهنا قلنا هايبوجلايسيميا وهايبو ماغنيسيميا، وهنا قلنا رابط انست، تمام.
قلنا ان هي only group of directors that act in cases of renal impairment، اللي هتخلي الكدني تشتغل غصب عنها لو هي ما بتشتغلش، وهتعلي لي طبعا الهايبرتنشن اورالي، هاخدها اورال ان سيفير اند ريزيستنت هايبرتنشن، وبارنتري انتريتمنت اوف الامرجنسي طبعا علشان عايزاه الدواء يعني يمشي في الدم بسرعه والاكت والاكشن بتاعه يحصل على طول، فهيبقى اي في في حاله الامرجنسي. تريتمنت اوف الاكيوت بويزنينج وحدوث التسمم دي تو رابيد اند بوتنت ريتد اكشن، هي طبعا الاقوى فيهم، وطبعا عشان هو رابيد اونست في حدوث حالات التسمم انا هبدا اسحب الميه واسحب الحاجات بسرعه علشان خاطر التسمم. تريتمنت اوف الهايبر كالسيميا، يعني دلوقتي برمي الكالسيوم في التبيوز، فانا لو عندي كالسيوم زياده في جسمي فانا كده عالجته، او هايبر ماغنيسيميا برضو قلنا هنعالجها، فهي اساسا هتعملي هايبو ماغنيسيميا وهايبو كالسيميا، هي اساسا هتعملي كده في الجسم، فبالتالي لو انا عندي هايبر يبقى انا كده عالجتها. زي برومود كالسيوم اند ماغنيسيوم اكسكريشن، لسه قايلين المعلومه دي مش هي. تريتمنت اوف هايبر كاليميا، لان هي لسه قايلين من شويه ان هي من الاثار بتاعتها هتعملي هايبوكاليميك الكالوزس بوز انكريز البوتاسيوم لوس ان يورين، تمام، علشان كنا بنعمل اكسرتشنج مع الصوديوم البوتاسيوم والاتش ممكن، تمام. ايه الاثار الجانبيه بقى بتاعه اللوب دايوريتكس؟ قال لي هتعملي هايبر جلايسيميا، هتزود لي السكر في جسمي لان انا عماله اتخلص من البوتاسيوم، البوتاسيوم ليه دور مع الانسولين، لو ما فيش بوتاسيوم الانسولين مش هيعرف يشتغل، فبالتالي ما فيش انسولين يبقى السكر اللي في الجسم عمال يعلى ومش لاقي حاجه تقلله، مش لاقي حاجه تتحكم فيه عند اجرافيشن، وهتؤدي للاسف الى دايابيتس ميليتس مرض السكر، دي طبعا سايد افكت خطيره جدا ان برولونج ديوز مع الاستخدام المستمر بيدو تجريس الانسولين سكريشن از ريزلت اوف اللوس بتاع البوتاسيوم، تمام. الهايبوكاليميا بقى نقص البوتاسيوم في الجسم ليدنج تو كاردياك اريزميا، سرعه يعني عدم نظام ضربات القلب ومصل بين، طبعا احنا عارفين ان هو ليه دور في المصل كونتراكشن والحاجات دي، وهايبر يوريسيميا لان انا لسه قايله ان الادويه دي اسيدك، فالجسم بدل ما هياخد اليوريك اسيد يخرجه في التبيول اللي يمشي في اليورين هيروح واخد الدواء هو اللي يخرج، فيحصل هايبر يوريسيميا وبعدها يحصل جلط. دوز ديبندنج ريفرسبل اوتو توكسيست، هيؤدي الى للاسف من الاثار الجانبيه الخطيره هنا ان هيحصل اوتو توكسيستي، تمام، هيفقد الصمه. excessive dose الجرعة زيادة may cause hyponatremia نقص الصوديوم، ودي هيدريشن، تمام، لان هو اساسا مضر للبول، فانا اساسا الاكشن الطبيعي بتاعه ان هو بيتخلص لي من الصوديوم ووراه الميه، فبكتر ان انا عماله اخدت جرعه كبيره فانا اتخلصت من الميه بكميه كبيره واتخلصت من الصوديوم كمان، فحصل هايبوناتريميا ودي هيدريشن. هايبر سنسيتيفيتي طبعا اغلب الادويه بتعمل اساسا حساسيه اند سكناش. هارمفول دراج انتر اكشن، طبعا التفاعلات اللي هتحصل اللي بتكون ضاره للجسم زي ديوريتك اندي انتي هايبرتنسيف اكشن ار ابولished افتر كونكمتنت ادمنستريشن اوف النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انهبيشن اوف الفازو دايريتال بروستاجلاندين، انا عملت انهبيشن للبروستاجلاندين. الادويه دي الدايريتكس دي المفروض ان هي بتعمل فازو دايريتيشن للجسم من خلال الاكت على البروستاجلاندين، فالادويه دي المسكنات هتمنع البروستاجلاندين فهتعمل لي انهبيشن الفازو دايريتيشن اللي انا كنت محتاجها، تمام. انكريز توكسيستي اون كونكومتنت ادمنستريشن اوف اوتو توكسيك دراجز، هي يعني هتعمل لي للاسف فقد للسمع. لو دايريتكس ميد ديسبليس اورال انتي كواجلانت، ممكن تعمل ريبليسمنت للاورال انتي كواجلانت من البلازما بروتين binding site، تمام، leading to increase the action and the toxicity of the oral anticoagulant، فهتسبب لي البليدنج، هتزود لي الاثر بتاعها فيحصل بليدنج، تمام. البريباريشن الفيوريزمايد، الفيوريزمايد ده بناخده في الحالات الامرجنسي، تمام، ودي معلومة مهمة. بعض في حالات الامال اهو، بعض في حالات الامرجنسي ودي ام سي كيو، تمام. بعدها بقى اذا كرينيك اسيد از ليس وايدلي يوزد بيكوز اتس مور ادفيرس افكت اسبيشالي نوجيا وديفنس، الديفنس ده يعني بيفقد السمع. اذا زاد بقى دايوريتكس نيجي عليها اللي كانت بتعمل اكشن على ايرلي ديستال كومبليتد تبيول، ميكانيزم الاكشن هتعمل لي انهبيشن للصوديوم ري ابزوربشن من الايرلي ديستال كومبليتد تبيول، لسه قايلينها اهو سلو برولونجد انا مودريت دايوريتك افكت، هو مودريت الاقوى طبعا، لسه قايلين ان هي اللوب دايوريتكس نو توليرانس تو دايوريتك
افكت، لكن هناك كان بيحصل توليرانس في اللود دايوريتكس في الدوز الكونفليتد بيقول ايه اللي هيحصل، هيزيد الصوديوم لود، هيزيد الصوديوم والهيدروجين اكسشينج لينك تو هيدروجين لوس ان يورين. انا دلوقتي الصوديوم دخلته جوه والهيدروجين خرجته بره، فحصل ان انا عمال افقد في هيدروجين في اليورين، فحصل ميتابوليك الكالوزيس وانكريز الصوديوم والبوتاسيوم اكسشينج لوس اوف البوتاسيوم في اليورين. انا عمال افقد في البوتاسيوم في اليورين، الصوديوم برضه عمال ادخله جوه والبوتاسيوم يخرج بره، فعمال افقد في البوتاسيوم في اليورين، فيحصل هايبوكاليميا والاثار اللي انا لسه قايلها من شويه، وان الانسولين مش هيعرف يشتغل، ويحصل هايبر جلايسيميا، وهيحصل دايابيتس ملتزم على البرونجد اكشن، تمام، بروموشن اوف الصوديوم والكالسيوم اكسشينج، هيحصل تبادل ما بينهم ليدنج تو انكريز الكالسيوم ري ابزوربشن اند ديكريز الكالسيوم ان يورين. الصوديوم هدخله جوه جسمي والكالسيوم هخرجه بره، تمام، عفوا انا عكستها، الكالسيوم هيدخل جوه والصوديوم هيخرج بره. الفازو دايريتيشن بقى due to increase the senses of الفازو دايريتور بروستاجلاندين. انا قلت قبل كده ان البروستاجلاندين بتاكت ان هي بتعمل لي فازو دايريتيشن، هو هيعمل لي فازو دايريتيشن من خلال شغله على البروستاجلاندين، وهيقلل السنسيتيفيتي اوف سيرم ماسكولار مسل للفازو بريسر ايجنت، تمام، اللي هو زي النور ابريفرين ديو تو ديكريز الصوديوم كونتنت. دلوقتي اي خليه في الجسم بيكون فيها صوديوم، تمام، فبالتالي دلوقتي المفروض ان الصوديوم موجود في اي فاسكولار تيشو، بيبقى موجود في اي فاسكولار تيشو، فبالتالي بيعمل لي بيزود لي الحساسيه للكاتيكولامين، الادرينالين والادرينالين والنور ابريفرين والحاجات دي، فبيعمل لي ان هو بيعمل لي كونستركشن، تمام، فبالتالي الفازو دايليترز دي هتزود لي اكتر البروستاجلاندين اللي هو اساسا بيعمل لي فازو دايليتيشن، عفوا السايزات دايليتكس هتشتغل على البروستاجلاندين، فبالتالي هتعمل لي فازو دايليتيشن وهتقفل لي الصوديوم ده هتقلله، فبالتالي حساسيه ان هو يحصل كونستركشن مش موجوده، فبالتالي انا عملت فازو دايليتيشن اللي هو الاكشن اللي انا عايزاه، تمام. نيجي بقى على الكلينيكال يوز. الكلينيكال يوز كاردياك اور هيباتيك اديما اند كونجستيف هارت فيلر، هايبرتنشن الضغط العالي، ات از دراج اوف تشويس ان اول ذا بيشنت، اند لور رينال هايبرتنشن ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، تريتمنت اوف رينال ستونز. رينال ستونز ليه؟ لان انا الكالسيوم ببدا اعمل له ري ابزوربشن، لسه قايلينها فوق اهي، لسه قايلينها من شويه، الكالسيوم هنا اهي اكسشينج كالسيوم ري ابزوربشن، فبدل ما هو بينزل في الكلى فبيعمل لي ستونز، فلا انا هعمله ري ابزوربشن فهقلل من الضرر بتاعه، تمام. تريتمنت اوف دايبيرس انسيبيدس السكر الكاذب ديو تو انتي دايوريتك اكشن. الانتي دايوريتك اكشن هو بيعمل لي انتي دايوريتك اكشن، فبالتالي المريض مش هيحتاج ان هو يروح الحمام كتير، فمش هيكون عنده بولي يوريا، فبالتالي هيعالج المرضى السكر الكاذب. سايد افكت هايبوناتريميا نقص الصوديوم في الجسم، ودي هيدريشن جفاف از ليس كومن زان اللود دايوريتك، لان اللود دايوريتك هي اقواها، فبالتالي سايد افكت بتاعتها بتكون اقوى، فدي اقل. وميتابوليك الكالوزيس، طيب الكالوزيس ليه؟ لان انا لسه فاقده من شويه الهيدروجين ونزلته وخدت الصوديوم دخلته جوه جسمي. طيب الهايبر جلايسيميا والهايبر ليبيديميا اجريت في الدايبيتس من ليتس. هايبر جلايسيميا ليه؟ لان انا بتخلص من البوتاسيوم، طب انا اتخلصت من البوتاسيوم يبقى الانسولين مش هيعرف يشتغل، فيحصل لي هايبر جلايسيميا وهايبر ليبيديميا، ويحصل مرض السكر عند الاستخدام الطويل للدواء ده اهي، تو ديجريس الانسولين سكريشن از ريزلت اوف هايبوكاليميا. والرجيك قلنا معظم الادويه بتعمل حساسيه، تمام. بعدها البريباريشن بقى الهيدرو اي حاجه اخرها سايزايد، تمام، طبعا الدوزز مش مهمه، سايزايد اهو، سايزايد لايك دايوريتكس الذي شير ان ذا ستراكشرال سيميلاريتي وذ سايزايد بتتشابه معاه اند اكت اون ذا سيم سايت اوف نيفرين اللي هو الايرلي ديستال كومبليتد تبيول. اوفر اول ذي سبستانس هاف لونجر ديوريشن، لكن انا لسه قايله من الكات شورت ديوريشن اللو دايوريشن هي كانت رابط اونست، اند يوز فور ايديما اند هايبرتنشن زي هاف ذا سيم جنرال سايد افكت زي السايزايد نفسها، زي الكلور ساليدون والاندابامايد والسايزايد. سايزايد لايك دراز ار نوت افكتيف وين رينال فانكشن از مودريتلي امبيرد، مش هيكون ليها اثر، زي لما انا لسه قايله من شويه ان اللوب دايركس لو الكدني فيها رينال امبيرمنت هو الوحيد اللي قادر يشغل الكدني غصب عنها اللوب دايركس. حتى دي كانت معلومه مهمه نرجع لها، ان هي ثانيه واحده اللي كانت فيها اونلي جروب اهي،
المعلومة دي مهمة اهي، قلت ان هو الوحيد اللي بيقدر يشغلهم حتى لو هما يعني في رينال impairment. المعلومة دي برضو مهمة. تمام نكمل. قلنا ده كله تمام. نيجي بقى على الراسيا مسبيرين دايروساليه، كانت في الليد بارت اوف ديسر كومبليت توبيول، هيعملي انهيبيشن. انا كنت رسمها كده، صوديوم بدخله جوه وبوتاسيوم بخرجه بره بالاكت بتاع الالدوستيرون. تمام اللي هي صوديوم اسبيرنج يعني حافظ على عفوا بوتاسيوم اسبيرنج اللي هي حافظ على البوتاسيوم. انهيبيشن اوف الصوديوم بوتاسيوم اكسشينج في ديسر كومبليت توبيول ليدنج تو بوتاسيوم ميتيشن، حافظ على البوتاسيوم جوه جسمي. باي بلوكاد اوف الابيكال تشانل اد السيل ميمبرين اوف ديسر كومبليت توبيول تروي اميتراين او اميدورايت. طيب الدوستيرون انتاجونيزم، لان هي بتضاد عمل الالدوستيرون اسبارين ولاكتون. تمام دي مهمة ودي، والاسبارين ولاكتون ده مهم. تمام نيجي بقى بعدها انهبيشن اوف الصوديوم ان اي و اتش اكس تشينج ان ديسر كومبليت تبيول في تجديز الاتش لوس ان اليورين ليدنج تو ميتابوليك اسيدوز. انا بدل ما كنت بدخل الصوديوم جوه وبخرج الهيدروجين بره، لا انا عكس، دخلت الهيدروجين جوه جسمي فحصل اسيدوزس وميتابوليك. البازيلون الاسبيرين واللاكتون اندوجينيز اذر ستيرويد هرمونز زي ايه؟ زي الاندروجين والاستروجين. الاستروجين هيؤدي الى من السترول الريجولاريتس، والاندروجين لوسوف لايبيديو وجينكوماتسيا في الفيميل في الميل عفوا. الكلينيكال يوزز بقى clinical uses slow and weak diuretics in edema. هي طبعا ضعيفة، مفيش حاجة فيهم قوية زي اللوب diuretics. they are used in combination with سيزات، بعمل دايما الدواء ده بديه بي combination. يبقى البوتاسيوم سبيرنج بعمل له combination مع السيزات واللوب diuretics to prevent البوتاسيوم loss، فتعمل ليش هايبو كاليميا وما تعمل ليش ان يحصل مرض السكر نتيجة ليه هايبر جلايسيميا. and patient allergic to سيزات، لو المريض ده عنده حساسية للسيزات او اللوب diuretics هدي له البوتاسيوم سبيرنج. and hyper aldosteronism، زيادة الالدوستيرون. انا لسه عارفة من شوية هي تعمل انتاجونيزم للالدوستيرون، فبالتالي لو هو عنده زيادة فيها انا هبدأ هكون على اكتئاب من خلال تيومر سكريتنج الدوستيرون زي كوندل سندروم او ليفر سيروز الطالية في الكبد او النفروتوكس سندروم. تمام ايه هي الاثار الجانبية للبوتاسيوم سبيرنج؟ البوتاسيوم سبيرنج ده بيحافظ لي على البوتاسيوم داخل الجسم، ولسه قايلة من شوية ان هو بيدخل لي الهيدروجين وبيخرج لي الصوديوم في التبيول، فبالتالي دخل لي الهيدروجين عمل لي ميتابوليك اسيدوزس ودخل لي البوتاسيوم. اول حاجه ميتابوليك اسيدوزس نتيجه للهيدروجين. طيب الجينكوماتسيه لسه قايلين ان هي من السايد افكت بتاعه الاسبارين ولاكتون في الميل، والمسيرو ريجولاتس نتيجه للاكت بتاعها على الاستروجين، ودي طبعا على الاندروجين. البريباريشن اسبارين ولاكتون وترايمترين واميلورايت. الاسموتي دايوريتكس بقى اللي زي ارسا بسنت ذات اندرجو ريد ريلي جونومير فيليتريشن ليتر تيبر ري ابزوربشن ليتر الميتابوليزم، ما بتكسرش قوي ما بيحصلهاش ابزوربشن كتير وبيحصلها في الليتريشن. تمام زي اكت باي انكريزنج الاسموتيك اكتيفيتي. تمام البلاط بقى بتعمل دي هايدريتنج افكت، ليه؟ لان هي بتمشي تسحب ميه من كل الانسجه اللي هي ماشيه عليه لغايه ما توصل للكيدني. تمام فهي دلوقتي عملت لي الكيدني، معرفش هي الكيدني اهو. قلنا هنا زي اكت باي انكريزنج الاسموتيك اكتيفيتي، هتزود لي الاسموتيك اكتيفيتي. يعني ايه اسموتيك اكتيفيتي؟ يعني طول ما هي مش هتفضل تسحب لي ميه 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 من الانسجه. البلاط هتعمل دي هايدريتنج افكت، هتعمل جفاف في اليورين. دايوريتك اكشن باي بريفنتنج الووتر ري ابزوربشن فروم الووتر بيرميبل ايريز اوف تيوبيول، مش هعمل ري ابزوربشن الووتر فهينزل في التيوبيول فهيروح في اليورين. طيب نيجي بقى هنا للكلينيكال يوز. طبعا كلينيكال يوزز از ديهايدريتنج ايجنت، بيسبب لي ديهايدريشن جفاف وظروف الافيروزم تشوه للبلازما. تريتمنت في اكيوت جلوكوما، لو في زياده في ضغط العين ويضرب لورنج في الانتراوليكولار بريجر هتبدا تسحب لي الميه من العين فهتعالجها. تريتمنت اوف الانكريز انتراكلينر بريجر، لو في يعني سوائل كتير في السي اس اف فبالتالي هي هتبدا تسحبها فهتزود لي الانترا كرينيال بريشر. هي هنا هتعالج الانتركرينيال بريشر لان هي زي ما انا قلت طول ما هي ماشيه عماله تسحب السوائل فهتعالج الجلوكوما
فهتقللي الانتراكولر بريشر، وهتقللي طبعا الانتراكولر بريشر هي تعالج الزياده فهتقلل. تمام. as a diuretic it has rapid and potent diuretic action used in treatment of acute poisoning. لو حصل تسمم انا عايزاها تمشي تسحب لي الميه من الانسجه على مسار الجسم كله، فانا حصل تسمم فانا عايزه اسحب كل حاجه قبل ما تلحق تعمل اي اكشن في الجسم. وهايبرتنسيف كرايسيس ايمرجنسي هايبرتنشن طبعا في حاله الطوارئ علشان تعملي الاكشن بتاعها بسرعه. وريزيستنت اديما، والاديما ريزيستنت. طيب البريبريشن هعمل لها بريبريشن من طول مانيتول يوريا جلوكوز 50% اورال جلوسرول. هو اصلا انا خدت فكرتها عامه من السكر. تمام. اخدت فكرتها من السكر. هو سكر مرض السكر ده ليه بيكون فيه يورينج، بيكون فيه بوليوري ليه؟ لان دلوقتي هنا التبيول تمام في جلوكوز. طيب انا كنت درست قبل كده ان هو لو وصل لثريشورد معين هيبدا يظهر في اليورين. طيب هو ظهر لي هنا في اليورين، بدل ما كانت الميه بتحصلها دي ابزوربشن بسهوله للتشو المحيط، الجلوكوز بقى تركيزه هنا عالي فبدا هو اللي يسحب ميه، وبدا كمان ايه يعني مش هو اللي يسحب ميه، هو اللي يمنع ان الميه تروح هناك. فبدا بدل ما بمتص الميه وارجعها واحاول اخلي اليورين كونسنتريتد، لا هو خارج بالميه بتاعته فبيكون كميه البول كتيره فبالتالي بيحصل بوليوري. تمام. السايد افكت بقى قال لي زي ورسن اكيوت رينال فيلر. انا قلت ان الدواء الوحيد اللي ينفع استخدمه في حاله وجود رينال امبيرمنت كان اللوب دايورتكس. هنا انا قلت ان ممنوع ان نستخدمه لو في حاجه مشكله في الكلى، فهو هيسوق يعني هيزود المصيبه مصيبتين، زي ورسن الاكيوت بلمونري اديما. تمام. مانيتول ماي كوز سيريبرال هيموريدج. ليه؟ في الاطفال، لان الاطفال دول بيكون الانسجه بتاعتهم يعني ايه يعني مش مستحمله حاجه، فبالتالي انا هعمل فازو دايلاتيشن فهيؤدي الى هيموريدج نزيف. يوريا كوزس ثرومبوفليبايتس انفلاميشن هيؤدي الى تكوين جلطه. هذا صار في انجكشن ديوت لوكال ايريتانت افكت. طيب والاورال جليسرول از نوجيتنج، يعني هي سبب الرغبه في القيق. القيء. This effect is minimized by concomitant administration of fruit juice. يشرب عصير بعدها. طيب دلوقتي انا في واحدة سبتها فوق كانت الكربونيك انهيدريز، ثانية واحدة نرجع لها. الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز الميكانيزم في اكشن. قال لي ازاي انهيبيت الكربونيك انهيدريز انزيم. احنا كنا حتى خدنا الميكانيزم ده في التوتوريال الباي. ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي عندي HCO3 تمام، هفعله مع ال H موجب عشان يديني H2CO3 بمساعدة مين؟ بمساعدة الكربونيك انهيدريز. بعدها ده هيحصل له ان هو هيبقى H2O وCO2. الCO2 هيدخل من خلال الانسجة ويتفاعل جوه مع H2O فيديني H2CO3 اللي هيديني HCO3 و H موجب. دلوقتي ال H2O3 ده اصلا امبرميبل للممبرين، فانا علشان ادخله لازم اعمل الليله الطويله دي كلها عشان يدخل جوه. طب انا عملت انهبيشن للكربونيك انهيدريز، يبقى انا كده فقدت ال HCO3. تمام. يبقى دلوقتي زي انهيب الكربونيك انهيدريز انزيم في البرين بيحصل ايه؟ بيقل لي الى ديكريز الفورميشن اوف سي اس اف وتريتمنت اوف الهيدرو كيفاليس. تمام. طب وفي الاي قال لي هيقلل الفورميشن بتاع الاكويس هيومر وتريتمنت اوف الجلوكوما، هيعالج لي الجلوكوما. طيب فهنا بما ان في انا دلوقتي منعت الكربونيك انهيدريس انزيم ففضل ال HCO3 زي ما هو. تمام. فبالتالي اتفاعل مع الصوديوم فعمل لي ان اي HCO3 فسحب لي مع الصوديوم فسحب لي معاه الماي. تمام. هنا ده اليومن واللي بيحصل جوه هنا ده البلط. تمام. نيجي بقى هنا بيقول لي زي ان الكربونيك ادريس انهيدريس انزيم فبتقلل فورميشن اوف سي اس اف، هو هيسحب لي الميه فهيقلل الاندوكرين بريشر في هيدروكوفيلس في ميه مثلا في البرين فانا هبقى اسحبها. في الاي برضو هيقلل لي فورميشن اوف الاكويس هيومر فهيعالج لي الجلوكوما. لكن يبقى في البروسيميكال تو بيور كوز انهيبيشن اوف سوديوم بيكربونيت ري ابزوربشن
هيعملي انهبيشن للريابسوربشن بتاعهم. ليه؟ لان انا كنت لسه قايله السي سي او 3 مش برميبل للميمبرين، فبعمل تفاعل طويل كده بحتاج في كربونات انهيدريس عشان يدخل جوه. هو عمل انهبيشن لكده، فيعمل لوسو فاصوليوم بيكربونات في اليورين. انا فقدت خلاصه رمى في اليورين والكالاين يورين، ان ان اتش سي او 3 يعمل الكالاين يورين وتنسيتو ميتابوليك اسيدوزس. تمام، انا عماله افقد في الاتش سي او 3 فبالتالي حصل اسيدوزس والميتابوليك. تمام، توليرانس اوف ذس افكت بريدومينيتس، هيحصل توليرانس بعدها، انكريز الصوديوم اند بوتاسيوم اكسشينج ليدنج تو سلايد بوتاسيوم لوس اند هايبوكاليمي. تمام، هيحصل ان الخلايا هتفضل ساكته على كده، فلا هتروح مدخله جوه صوديوم مخرجه بره بوتاسيوم، فيحصل هايبوكاليمي. كلينيكال يوز بقى في الجلوكوما لسه قايله من شويه، وال بديت مال الابيليبسي استرع وديما وز ميتابوليك الكالوزس. ليه؟ لان هو اساسا بيتخلصني من الاتش سي او 3. تمام، فالاتش سي او 3 هيتخلص لي، فهيعمل لي ميتابوليك اسيدوزس اللي لسه قايلها من شويه، فهو هيعالج لي الميتابوليك الكالوزس والاديما بان هو بيسحب لي الميه. بروفلاكسس ان ماونتين سيكنس، المرضى اللي بيتسلقوا الجبال دول بيجيلهم بعض الاعراض يعني، فهو بيعالجها. السايد افكت ويك دايوريتك اكشن، نقط مين اللي اقوى؟ اللوب دايوريتك. وذ رابيد ديفلوبمنت اوف التوليرنس، بيحصل توليرنس. تمام، انكريز تندنسي فور بريسبتيشن اوف الفوسفيت ستونز. طب الفوسفيت دي ليه؟ لان اليورين انا معايا ان اتش سي او 3، فعمل لي يورين الكلاين، فالوسط الالكلاين بيكون سهل جدا ان انا يحصل لي بريسبتيشن للفوسفيت ستونز دي تو الكلاين يورين. اهو زي ما انا قلت براسيزيا ماسل بين و سي ان اس ديبريشن ديو تو الميتابوليك اسيدوزس والهايبوكاليمي. والرجيك رياكشن لسه قايلين من شويه ان اغلب الادويه بتعمل الرجيك رياكشن، بريباريشن اسيتازولامايد ودورزولامايد. تمام، شرحنا كل ده، هنيجي بقى على البريكوشنز. البريكوشنز ديورينج تريتمنت وذ ريسك، اثناء ما انا بعالج المريض باستخدام مدرات البول، ذا فولوينج بارامتر كان بي دي مونيتورد. اول حاجه فلويد انتيك، انا دلوقتي عايزه اديله ادويه مضره للبول نتيجه لان هو عنده مثلا اديمه في جسمه، فعنده سوائل محتزنه في جسمه، فانا مش هقول له بقى اشرب ميه كتير. طب اشرب ميه كتير، طب يعني وبعدين ما انا عايزه انزل السوائل اللي جوه دي، فاشرب ميه كتير يبقى انا كده ما عملتش حاجه. فلا، انا عايزاه يقلل الفلويد انتيك. ليه؟ عشان خاطر ابدا اتخلص من الاديمه او السوائل اللي موجوده في جسمه. تمام، عشان الجسم هيلحق عليا ولا ايه؟ بعدها اليورين اوت بوت، اشوف هو الجسم بيتخلص فعلا من السوائل اللي جواه دي ولا لا، الادويه دي شغاله ولا لا، الكدني دي فيها مشكله ولا لا، بتستجيب للادويه او لا. زي انا لسه قايله من شويه ان في بعض المرضى عندهم حساسيه للسيزار واللوب دايوريتك، فانا عملت ايه؟ اديتهم بوتاسيوم سبيرنج، فانا عايزه اعرف ان مثلا اديته اللوب دايوريتك واديته البوتاسيوم سبيرنج فهو مش عفوا واديته السيزار فهو مش بيستجيب للعلاج، يبقى كده في مشكله. مش بيستجيب للعلاج ازاي؟ يعني مفيش يورين كتير، مفيش، مش بيحصل له بول يوري. انا اساسا مدياله الدواء عشان يبقى فيه مضرات بول، عشان يكون يعني في يكون في اضرار للبول، فبالتالي هبدا اغير له الدواء. البادي ويت، طبعا البادي ويت المفروض ان هو هيقل نتيجه لان الميه اللي في جسمه هتنزل، فبالتالي الويت بتاعه هيقل. حتى احنا كمثال مثلا الناس لما بتيجي تخس بيبقى احيانا بيقول لك لا ده انت خسيت ميه، انت ما خسيتش مثلا دهون، لا انت خسيت عضلات. فالبادي ويت هيفرق معايا لان الميه بتبان على الميزان. اوبزرفت اديما ان انكل وسيكرم، دايوريتكس شود بي ادمنستريتد ايرلي ان ذا مورنينج، المفروض اديها له الصبح بدري. ليه؟ علشان ما اعملوش ارق، تو افويد نوكتيرنال دايريسز، ان هو مش كل شويه يصحى بالليل عايز يروح الحمام او كده. تمام، الاسبيرال تو جيف دايوريتكس، المفروض ان انا ادير دايوريتكس انترميتنتلي افري اذر داي، يعني متقطعه مش دايما، يعني بتكون على فترات متقطعه مش كل يوم مش كل يوم، عشان ما اعملوش ديهايدريشن اهو. تمام، بوتاسيوم سبلمنت شود بي ادمنستريتد. ليه؟ لان انا لسه قايله من شويه ان هي بتعمل هايبوكاليميا، الانسولين بيحتاج البوتاسيوم، فما فيش بوتاسيوم ففي هايبوكاليميا، ففي هايبرجلايسيميا، ففي دايابيتس ميليتس مع البرولونج ديوز. تمام، يبقى نديله بوتاسيوم من بره علشان الانسولين يشتغل وما ندخلش بقى في الدوامات التانية دي. زاركوز بوتاسيوم لوس لوب دايوريتكس او سايزايد دايوريتكس. تمام، هنعمل مراجعة سريعة على المحاضرة. الدايوريتكس مضرات البول، قلت ان هي بتاكت بريرينال على حاجات تانية غير الكلى، او رينال بريرينال على الكاردياك جلوكوزايد دايجوشن وديجيتاليز، بتزود لي الانتروبيك اكشن فبتزود لي الرينال بلفلو، بتزود لي جلومير فلتريشن ريت او زنسين اللي هي كافيين اللي بتزود لي الرينال بلفلو بالبوست اوف انتروبيك اكشن اللي هتعمل لي فازو دايلاتيشن.
تمام، او الالبومين اللي هو بيسحب الميه من الانترستيشال فلويد وبيدخلها جوه فبيزود البلاد فوليوم، تمام، او ايثانول، ايثانول اللي اكزيرت دايوريتك اشن من خلال ان هو بيعمل لي انهبيتنج للانتي دايوريتك هرمون. تمام، رينال بقى دايوريتكس قلت ان هم 5. نبدا بالكربونيك انهيدريز اللي انا لسه قايلها من شويه، بيكون فيه اتش سي او 3، فانا علشان احول اهي الرسم هي تحتها اصلا، فانا عشان الاتش سي او 3 فبفعله مع الاتش عشان احول الاتش سي او 3، الاتش سي او 3 علشان احوله باستخدام كربونيك انهيدريز للسي او 2 والاتش 2 او، انا معيش كربونيك انهيدريز، فهيحصل ان الاتش سي او 3 هيتفاعل لي مع الصوديوم فيبقى ان اتش سي او 3 فيبقى في القلاين يورين. تمام، اي زي ان هي كربونيك انهيدريز انزيم في البرين بتدليل الفورميشن اوف سي اس اف تريتمنت اوف الهيدروكيفاليس، في الاي بتعملي دريز فورميشن في اكوا سيومر فبتعملي لي جلوكوما، في الكدني بقى بروزم كوديت سوبر انميشن للصوديوم بيكربونات ري ابزوربشن، فبيحصل لي ان انا بفقدهم في اليورين، فاليورين بيبقى الكلاين فبيعمل لي دين سيتو ميتابوليك اسيدوز. ميتابوليك اسيدوزس ليه؟ لان انا فقدت اتش سي او 3 فبيكربونات الف، فحصل لي اسيدوزس وميتابوليك تولرانس اوف ذس افكت بيجنز، بيحصل تولرانس بعدها انكريز الصوديوم ان بوتاسيوم اكستشينج، هتدخل الصوديوم جوه وهخرج هتخلص من البوتاسيوم هيخرج بره، فيحصل لي هايبوكاليميا. تمام، الكلينيكال يوز طبعا في جلوكوما لسه قايله ان هي بتعالجها من شويه، وفي الصرع وفي الايديما ووز ميتابوليك الكالوزس، ليه؟ لان هي كانت من شويه بتعمل لي ميتابوليك اسيروزس اللي جاي لفقد الاتش سي او 3 وبفقد البروتين سكنس. المرضى اللي بيطلعوا السلك وبيبقى يحصل لهم بعض الاعراض، السايد افكت السايد افكت وي دايوريتك، انا قلت ان هي القوي اللي كان اللوب ووز رابيد ديفلوبمنت اوف توليرانس، لسه قايله من شويه ان بيحصل توليرانس انكريز دنسيتي في بريسبتيشن اوف سوسفيت ستون، ليه؟ لان انا عملت اليورين انقلي من خلال ان اتش سي او 3 وباراسيزيا ومسل بين وسي ان اس ديبريشن ديوتو ميتابوليك اسيدوزس، نتيجه لان انا بفقد الاتش سي او 3 وهاي بكلم نتيجه لان انا بفقد البوتاسيوم، والرجيك رياكشن قلنا مثلا نتيجه تعمل الرجيك رياكشن اسيتازولامايد ودورزولامايد. تمام، اللو دايوريتكس بقى الميكانيزم اوف اكشن شورت اكتنج، انا قلت رابيد اونست هاي سيلينج هي اقواهم، ان هي بتدي القدره الظاهره بتاع الصوديوم والكلور والاثنين سي ال والمغنيسيوم والكالسيوم في الاسنج روبوفانيل. بيحصل ايه؟ بتبدا تلاقي انها بتخلص من الصوديوم كتير، فبتعمل ايه؟ بتعمل ري ابسوربشن تاني، وقصاد ده بتتخلص من البوتاسيوم مره والهيدروجين مره، فبتعمل لي هايبوكالميك لان انا بتخلص من البوتاسيوم، فبعمل لي هايبوكالميك بتخلص من الهيدروجين، فبتعمل لي الكالوسي هايبوكالميك الكالوسيس زي انكريز الصوديوم مغنيسيوم اكسكريشن هايبوكالسيميا وهايبومغنيسيميا. تمام، ناخد بالنا من المصطلحات دي كلها زي تمام الفازو دايلاتيشن اوف سيستميك اكشن من خلال ان هي وشغل ميتو دايوريتك اكشن تعمل لي فازو دايلاتيشن فبتساعد لي في الدايرسز زي ار اسيتيك دراج، اسيتيك دراج فبتلاقي انا لسه قايله من شويه فبتنفس مع اليوريك اسيد ان هو يخرج بره، فبدل ما اخد اليوريك اسيد رحت واخد الدواء فاليوريك اسيد زاد في الجسم فيعمل لي هايبرجلسيميا اللي هيتراكم مع الغدا بيعمل لي جوت. تمام، الكلينيك يوز بقى تريتمنت اوف ريفراكتوري اند سيفير، انا قلت سيفير كيسز، ليه سيفير كيسز دي مهمه؟ ليه؟ لان هو من الادويه القويه، تريتمنت اوف الهارت فيلر والمنري اديما دايركت اشن يوز البريلود اند ريليف الديزنيا، ديزنيا صعوبه في التنفس، تريتمنت اوف الاكيوت رينال فيلر، انا قلت ان هو الوحيد اللي لما بيكون فيه دي مهمه جدا المعلومه دي، لما بيكون الكدني فيها رينال امبيرمنت هو الوحيد اللي بيخليها تشتغل غصب عنها، يبقى هو الاونلي جروب اوف دايوريتكس، ناخد بالنا من النقطه دي. تريتمنت اوف الهايبرتنشن، الهايبرتنشن اورال تريتمنت اوف السيفير اند ريزيستنت هايبرتنشن وبرنتري، دي مهمه في الامرجنسي، ليه؟ لان انا عايزه اكتب بسرعه الاكشن بتاعه يظهر بسرعه. تريتمنت في الاكيوت بوزننج، ليه؟ لان انا مش عايزه لسه يحصل امتصاص للبوزننج دي، لا انا عايزه اخرجها بره الجسم بسرعه. دي رابط بوتنت انسد، انا لسه قايله رابط انسد سلو ثانيه واحده شورت اكتنج اللي هي رابط انسد. تمام، خلال 4 ساعات بيكون اشتغل. تريتمنت اوف هايبر كالسيميا، ليه؟ لان انا بتخلص من الكالسيوم والمغنيسيوم وهايبر مغنيسيوم، فبتعمل لي هايبو مغنيسيوم وهايبر هايبو كالسيوم زي برومات كالسيوم انا بنسيم اكسجريشن، بس قايلين المعلومه دي من شويه. تريتمنت اوف هايبر كاليميا، ليه؟ لان انا بتخلص من البوتاسيوم، لسه اصلا قايل ان هي بتعمل هايبوكاليميك الكالوزيس، بيوس ات انكريز بوتاسيوم لوس ان يورين. السايد افكت بقى الهايبر جلايسيميا، ليه؟ لان انا بتخلص من البوتاسيوم فبدالي بعمل هايبوكاليميا، والبوتاسيوم الانسولين محتاجه عشان يشتغل فهيتعمل لي دايبلس ميلتس مع البرولونج ديوز الهايبوكاليميا. طبعا في الحاله دي بعالجها بسبلمنت البوتاسيوم، لسه قايلينها من شويه. هايبوكاليميا ليدنج تو كاردياك اريزميا، سرعه ضربات القلب ومسل بين. الهايبر يوريسيميا نتيجه لان انا اليوريك اسيد بدل ما خرجه خلقت الاسيدك دراج، فعملي هايبر يوريسيميا اللي بعدها بقى جوت دوز ديبندنج ريفرسبل اوتو توكسيك. المعلومة دي مهمة، بيؤدي الى ان الشخص ده بيفقد السمع. اكسسيف دوز ماي كوز هايبوناتريميا، نقص الصوديوم لان انا عماله اتخلص منه، ودي هيدريشن. الهايبر سنسيتيفيتي طبعا قلنا ان اغلب الادويه عندها هايبر سنسيتيفيتي. الهرمون فور دراج انتر اكشن، انا دلوقتي الادويه اتفاعلت مع بعض عملت لي اثر مش كويس. الدايوريتك دي مع الادويه المسكنه، الادويه المسكنه دي بتؤدي الى ان هي
بتعملي انهبيشن للبروستاجلاندين اللي كان بيعملي فازو دايلاتيشن، فكده هو بيضر الاضرار البول يعني انكريت توكسيستي. الناس قايله ان هي بتعمل اوتو توكسيستي اهو. لو دايركشن ميتابس بليس اور انتي كوجلانت من البلازما بروتين، انا دلوقتي ضربت الانتي كوجلانت هو عملها ديسبليس فحصل بليدنج، تمام توكسيستي في الاورال فحصل بليدنج. انكريز الاكشن هو زود الاكشن بتاع الانتي كوجلانت، تمام فحصل بليدنج. انا بقول بسرعه عشان بس مده الفيديو ما تاخدش وقت طويل. الفيبروزامات قلت ان هو باخد له في الامرجنسي كيسز، ودي معلومه ام سي كيو، تمام. و is widely used because of more adverse effects especially nausea and deafness. سايزايد بقى دايوريتكس، انا قلت السايزايد دي بتاكت على الايرلي لوب اوف هانل سيل كونفيتيف تيبيول، عفوا ان باشا اوف سوديوم ابزوربشن فروم الايرلي سيل كونفيتيف تيبيول سلو وبرولونجد ومودريت دايوريتك افكت. قلت مين الاقوى؟ كان اللوب دايوريتكس ان هو توليرانس، مفيش توليرانس، لكن مين اللي كان فيها توليرانس؟ التوليرانس كانت الكربونيك ان هيدريس انهبيتورز تو دايوريتك افكت ان سيل كونفيتيف تيبيول. هعمل ايه؟ هتزود السوديوم لود في البلاد، وزود الصوديوم والهيدروجين اكسشينج، فهتعمل لي هيدروجين لوس فهتعمل لي الكالوزس ميتابوليك. طبعا انكريز الصوديوم والبوتاسيوم اكسشينج فهتعمل لي لوس اوف البوتاسيوم في اليورين اللي هتعمل لي هايبر جلايسيميا والحاجات التانية اللي لسه قايل عليها. بروموشن اوف صوديوم والبوتاسيوم اكسشينج ليدنج تو انكريز الكالسيوم لي ابسوربشن ان ديكريز الكالسيوم ان يورين. ديكريز الكالسيوم ان يورين دي هقولها كمان شويه ان هي بتعالج الرينال ستونز. فازو دايليتيشن دي تو انكريز فازو دايليتور. انا دلوقتي الصوديوم بيكون موجود في اي تيشو فبيكون حساس للكاتيكولامين زي الادرينالين والحاجات دي كلها، هو قلل لي البوتاسيوم فمبقاش فيه حساسيه للحاجات دي، فهو هيزود لي البروستاجلاندين كمان فهيعمل لي فازو دايلاتيشن. يبقى هو ضربني الصوديوم اللي كان بيعمل لي فازو بريسور ايجنت، وكمان زود لي البروستاجلاندين اللي بيعمل لي فازو دايلاتيشن، تمام. الكلينيك يوز بقى كاردياك اور هيباتيك اديما وكونجستيف هارت فيلر هايبرتنشن دراج فيتشرز ان اولد بيشن لو رينال هايبرتنشن ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن تريتمنت اوف رينال سول. لان انا لسه قايله ان هو بيرجع لي كالسيوم ما بيمشيش كالسيوم في اليورين. تريتمنت اوف دايبرس انسيبيدس السكر الكاذب دي تو اتس اندي دايوريتيك اكشن، تمام. بعدها الهايبوناتريميا، انا هايبوناتريميا بتخلص من الصوديوم فعملها يحصل لي هايبوناتريميا وديهايدريشن بس كمان اللوب دايوريتك. ميتابوليك الكالوزس، الكالوزس ليه؟ لان انا عماله اتخلص من الهيدروجين. الهايبر جلايسيميا بسبب ان انا عماله اتخلص من البوتاسيوم، وهايبر ليبيديميا والريشن عدناها اكتر من مره على مدار المحاضره، والرجيك سكنريش لسه قايلين ان هم اغلبهم بيعملوا الرجي. وسايزايد سايزايد سايزايد والدوز مش مهمه. السايزر لايك دايوريتك زي شير ان ذا ستراكشر سيميلاريتي وذ ذا سايت بيشبه معاه ستراكشر اللي بس زي اكت اون ذا سيم سايت في النفرون برضو اللي هو فين اللي هو في الايرلي ديسا كومبليت تيبيول. اوفر اول ذي سبستانس هاف لونجر دايوريشن اوف اكشن اند يوز فور اديما اند هايبرتنشن زي هاف ذا سيم جنرال سايد افكت زي السايزايد. الادويه اهي والادويه دي مهمه. سايزات اند لاي ار نوت افكتيف اونلي الفانكشن از مودريتلي امبيرد. انا قلت مين اللي بس بتجبر الكدني انها تشتغل حتى لو هي فيها رينال امبيرمنت؟ كانت اللوب دايوريتكس. طيب البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس اللي هي في اللي هي دوسر كومبليت تيبيول بتعمل انهبيشن للصوديوم والبوتاسيوم اكسيتشينج في دوسر كومبليت تيبيول ليدنج تو الصوديوم ريتنشن باي بلوكاد الابيكال سيل ممبرين. اهي الحاجات دي كلها والادويه دي كلها بتعمل لي انتاجونيزم للالدوستيرون للسيرين الكترون ده هنتكلم عليها اهو كمان شويه. انهبيشن للصوديوم والهيدروجين اكسيتشينج دوسر كومبليت تيبيول فهتقلل لي صوديوم لوس ان اليورين فهتعملي ميتابوليك اسيدوز. ناخد بالنا عشان الحاجات دي كلها بتلخبط فلازم نعملها على شكل مقارنات. الاسبرينين والتون بقى انتاجونايز الستيرويد هرمون. الاندروجين هتعمل لوزوبلابيدو والزينكوماتيسيا وزينكوماستيا والاستروجين بتعمل لي من الستيرويد الريجولاريتيز. كلينيكال يوز بقى سلو وبيج دايوريتكس في الاديما زي اريوزوكوماشن وزيزار واللوب دايوريتكس. او ان انا هستخدمها لو في المريض عنده الرجي للادويه دي ان هايبر الدوستيميزم لان هي كانت بتعملها انتوجنزم من شويه في تيومر سكريتنج ادوسيم كونز والليفر سيروزس ونفريتكس سندروم اصاد افكت ميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك اسيدوزس ليه؟ لان انا عماله اتخلص من الهيدروجين فبيحصل اسيدوزس ودي بسبب السبيرين واللاكتون. وهنا الادويه اهي تمام. الاوزموتك بقى دايوركس اللي بتزود لي الاوزموتك اكتيفيتي وهي ماشيه عماله تسحب الميه تسحب الميه تسحب الميه فبتعمل لي هيدريتنج افكت في البلاد وبتعمل لي دايوركس اكشن بمنع ان انا بعمل لي ابسوربشن للووتر تمام. ودي هيدريتنج ايجن وظروف اوف الفلويد من التشو للبلازما وتريتمنت اوف الاكيوت جلوكوما رابد لورنج اوف الانترا اوكولار بريجر وتريتمنت اوف الانكريز انترا كرينيال بريجر از ادايوريتك ات هاز رابد وبوتنت ادايوريتك اكشن يوز ان تريتمنت اوف الاكيوت بويزنينج تمام. لان هي مش هتسيب فرصه للحاجات دي، هي ماشيه عماله تسحب الفلويدز كلها. هايبرتنسيف كرايسيس ايمرجنسي هايبرتنشن وريزيستنت اديما
ان هو اصلا فكرتها من الجلوكوز لسه شرحها من شويه. السايد افكت بقى هتورسن الرينال هارت رينال فيلر اكيد رينال فيلر ورسن اكيد بالمنهر اديما المانيتول هيعمل سيلفر هيرمش في النيونيت لان هي بتعمل فيزو دايلكشن واساسا الانسجه بتاعته مش مستحمله ضعيفه. يوريا كوزا سرومبو في البايلز انفيلمشن هيؤدي الى تكوين جلطه. لوكال ايرتنت افكت وقرر لسوبر ازموجيتنج مينيمايز باي كونكومنتد فروت جوس. ولسه قايلين الحاجات اللي احنا نتجنبها بس كده. يا رب اكون فدتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.